مع غفر الليل المستجدين. واحد فيكم هيستلم الدرج بتاعه من غروب الشمس لحد اول ضو ما يطلع، واللي هيقصر في واجبه هنوقع عليه جزه، واللي هيقوم بواجبه يبقى عمل اللي عليه. السلاح لا يستعمل الا في حاله الضروره القصوى والطلقات بعهده. واول ما اقول الانصراف كل واحد فيكم هيروح على الدرج بتاعه ويبقى عين الحكومة السهرانة على راحة الشعب والمحافظة على الامن والنظام، مفهوم؟ للشمال دور انصراف. كمان عاوزها كبيرة. اتفضل. عاوز كام؟ ايه؟ تناوي تدفع؟ ايه؟ يعني هاكلها مجانا؟ نجلة 2 مليم. خد التعريف اهو، وهات بالباقي بيض. هنير 2. يا سلام، 3 بيضات هم بالهنا والشفا. انما يظهر ان حضرتك لسه جديد في الدرج. انا ايه جديد على مصر كلها؟ اهلا وسهلا. واسم الكريم ايه؟ امام المصري. اهلا وسهلا ونعم. ومن انهي بلد ولا مؤاخذه؟ من نفيش، قناه السويس. اهلا وسهلا بالجوده. اهلا وسهلا. سميت وبيت وجبنه ولا عسيلة قوي يا بطاطا. عايز اعرف النسوان بتعمل كده ليه؟ بيشتغلوا ايه؟ العافية يا شاويش، سيبهم هما بقى ياكلوا عيش وانت شوف شغلك. ما هو ده شغلي. انت عايز منها ايه يا سيدنا الافندي؟ هتجوزها يا شاويش. تتجوزها كده هو في الشارع جهارا نهارا يا اخي، ادخلوا البيوتها من ابوابها. حلو اهو الشاويش حكم بريزه كويس. لو الشاويش هيصرف عليا اقل من ريال ما اخدش. لو انت مهرك ريال؟ اه يا بلاش، دي نقطة، الحق نفسك. اهو الشاويش حكم. ايه؟ هو ايه اللي بقى؟ ايه؟ تعالى معايا بس. من غير علامة يا شاويش، أصل ولا مؤاخذة بقى، أنا هفهمك كل حاجة. اللي هنا دول كلهم. ايه؟ كلهم؟ لا يعني مش كلهم كلهم يعني. اهلا بست الستات. بل ربنا يجزيك ويبتدي شر ولاد الحرام. يا سلام، لسه في الحته في كام بيت نظيف. الحاره دي لازم تنضف. الحاره دي من زمان
على دي الحال. الحال ده لازم يتغير. اي خلاص جيت مصر ومسكت الدرك. استغفر الله يا اختي. قدامي تمام يا فندم. تمام يا فندم. قضيه كبيره في الدرك يا فندم. قضيه ها؟ قضيه. استغفر الله العظيم. انتبه يا عسكري واوعك تنسى الميلي تاني. مفهوم؟ ها اتكلم. في حاجه غلط؟ اكبر غلط يا فندم. النسوان ما انا عارف انهم سخام البلد. ايوه انما انت لاحظت عليهم اياتهم مخالفات. وفيهم مخالفات اكتر من كده؟ طول ما معاهم رخص والكشف الطبي بيتم عليهم في ميعاده وخاليين من الامراض وملتزمين بالتسعير. فين بقى القضيه؟ لعب الشوم يا فندم. الجيش هابط من هنا. تعيش وتاخد غيرك. دي مشيت. شوف يا امام يا ابني. الحكومه شافت ان النسوان البطاله يتحطوا في حته لوحديهم. يعني زي ما تقول كده بدل الكناسه ما هي معطره وموسخه كل حته الاحسن انها تتلم وتتحط في صفيحه زباله عشان بقيه المطرح يبقى نظيف. يعني الدرج بتاعي هو صفيحه الزباله؟ اديك فهمت اهو. يتفضل بقى على الدرج بتاعك. وعسكر البوليس يعمل ايه في صفيحه الزباله؟ يحافظ على النظام والامن. يحافظ على الامن ازاي؟ يا العدل بت اللي تدي بوم بتبوظ سمعة المحل ملهاش وعاد فيه. أردك ليه؟ حضرت على داير مليم من غير شوشورة وقلة أدب. هات كبيرة تسأل حمامة. اشرب. منور يا شويش إمام. أنت عارف اسمي؟ وهل يخفى القمر؟ بس انا ما اعرفكش. تتعرف؟ انت بتشتغل ايه بالظبط؟ برمجي. نعم برمجي. العيال الصبيان دي كلها تسقجيه. فهمتني؟ مهندسين يعني. انت ما صحش تقف في الهواء والبرد. اقف في القهوه وكل مشاريبك عليا. اتفضل الزم حدودك انت والعيال بتوعك دول. ايه الامور دي يا ناس؟ اهلا 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 يا معلم. فطاره كبات النهارنا فلاني. اهلا 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 يا عم. اتفضل يا فل. اهلا اهلا وسعوا. اهلا باللبندية. اهلا يا معلمة. اهلا وسهلا. روح يا حبيب روح معاهم. لكن انتوا ما تعاملتوش معانا قبل كده. أول مرة أشوف البشوش الحلوة دي هنا. إحنا كنا بنتعامل مع زينب عصفور. أه طيب. يا أخويا عندك حق إنك تفصته منها. دي كل الستات اللي عندها سوابق. سوابق إيه يا ابنتي دول رجالة. بس أنت عندك اللطافة والحلاوة واللوزز العسل يا بدرونة. مخبي الحاجات الحلوة دي عندنا فين بس يا معلم؟ يا بيه أنت تطلب لبن العصفور أنا أجيبهولك. حس كده بقى انا عايز نوسه. الله انت تبقى قاري عننا بقى. عايز نوسه كان من عينيا. اصل نوسه بعافيه شويه يا بيه. ولا يهمك يا بيه غالي والطلب رخيص. انا حوم اجيبها لك بنفسي. انت لسه ما لبستيش؟ يلا يلا. ايه؟ انا واخده اذن للادي من الباترون. اذن؟ ده لما يكون اذن من النيابه. الاذن من صاحب الاختصاص اللي هو انا نونس. يلا يا جلال. انا تعبانه وهصحى من نجمه ربنا عشان اروح حلوان. يلا. حلوان ايه؟ حلوان ايه؟ بلاش المشاوير اللي تقطع اكل عيشك دي. لا ده انا الغي اكل عيشي وملغيش مشوار حلوان وانت عارف كده كويس. والبهوات اللي تحت دي تحمض؟ اتصرف فيهم بقى. اتصرف فيهم؟ اقعد معاهم انا ولا ايه؟ وبعدين ده طالبينك بالاسم يا ده العادي. عارف يعني ايه بالاسم والبدرونه الطبقي؟ خلاص خلصت كل حاجه اتفاق وكله. بتقول لك البزل في الفستان الاحمر المقور اللي فيه عضه لافندي.
تفرمنا ترماي وياخدنا تكسب الحضن لو بكدب يا ناس. ان شاء الله. بتقول ايه؟ انزل يا جلال وانا جايه وراه. الطشطي قال لك، الطشطي قال لي يا بت يالك. ستر الولاية ثواب كبير، ودي حرة ولي أعوذ بالله. إزاي واحدة ست محترمة زيك تسكن في الحارة المزفتة دي؟ تاني يا باسم راجل مش طايقة أقف فيها دقيقة، اشحال أنت الست الطاهرة الشريفة. ما تأخذنيش إذا كنت بترازل عليكي. العفو يا سيدي. خدامك إمام، إمام المصري. عشت الاسامي سئلان. عزيلي الشقق الفاضيه ماليه البلد. يا عيب الشوق، اسكن بالاجره. انا اللي مصبرني على القعده في الحاره ان العتبه ملك. زي تمام، انا مجبور اقعد فيها. الميري ما اقدرش اكسره، بس امان يا ست هاني اقفلي بابك عليكي لحد ما تبيعي البيت وتشتري غيره في حته نظيفه. الترماي جاي. فوتك بقى يا سئلان. يعافيك. اختي انصار. مين اللي جاي يا انصار؟ دي في سجاد يا خالتي. ازيك يا خالتي؟ ازاي خالتي؟ ازيك يا ولاد؟ جبتلكوا حاجات حلوه. خد تعالي يا انصار، وحشتيني. انت اللي وحشاني يا اختي. يلا قومي من السرير. يو يا نفيسه يا اختي، ده من عزب الحكم امد بالمرض، والبنت وشها زي البدر المنور. بس ما تشغليش بالك يا خالتي. ده الحكيم قال انصار لازم تقعد في السرير ست اشهر. يا اختي ما تحبكهاش قوي كده. لازم تريحي روحك يا انصار. خالتي حطالك تحت المخده حجاب ولقمه عيش ناشف. لو انت ما بتعتقديش في الكلام ده يا انصاف. طب ده انت مفقوعه عين من ساعه ما خدتي السقاف. يا حبيبتي يا حبيبتي، انا عييت عشان خدت الميكروب مش عشان اتضربت عين. مين دي يا انصاف؟ دي الدكتوره دريه شفيق اللي بتعالجك؟ اللي بتعالج المخاخ الناشفه. يا اختي بعد الشر عليكي، وانت مخك ناشف؟ طب ده انت مخك يوزن بالك. شوفي كاتبه ايه في مجله بنت النيل. وريني. لابد ان تتعلم المرأة حتى تصبح انسانة حرة ومواطنة فاضلة. الله، كلام حلو. عارفة بقى انا نفسي قوي ابقى زيها، اخش الجامعة واخد الدكتوراه. خلاص يا بنت، مادام ده اللي في مخك وحياتك عندي، نصرف عليكي من جنيه لعشرة لما تاخدي اكبر الشهاية. ايوه بس تفتكري يعني جوزك هيرضى بالمصاريف دي؟ يرضى يرضى يا اختي. ما يرضاش ليه؟ هو احنا ما بنشوفوش ليه؟ ما انا قلت لك قبل كده يا انصاف ده على طول مسافر. طب ما تيجي تعيشي معانا هنا لغايه ما يرجع من السفر. يا بت ازود الحمل على خالتك يعني. طب اديني عنوانك عشان ابقى اجي ازورك. يو يا انصاف، لما انت راقده في السرير هتزوريني ازاي بس؟ خلاص نزورك احنا. يا جوز خالتي ما انت عارف اني قاعده مع حماتي، دي وليه شرانيه. اوعي يا واد السك، اوعى. يلا يا انصاف، يلا يا نفيس. تسلم ايديك يا خالتي. تسلمي خالتي. وحياتك مش هوصيكي على انصاف،
الحكيم قال انها لازم تاكل كويس وتقعد في الشمس. وحياة النبي ما بطبخ لها الا بالسمنه البلدي، وبعمل لها دايما اكل مخصوص. طب ده انا بحرمه على اولادي واكله لها بايدي. لحد الباشا فريد، ليلى عيانه وبدها تشوفك، لكن يا بابا ادخل. فريد سامحني يا فريد، قرب شوية، مش شايفة. فريد قرب شوية، انت فين يا فريد؟ رد رد عليا يا فريد. فريد تعالى. اسمع فريد، البنت النبيلة دي ضحت بنفسها علشان. ازاي ده يا بابا؟ ده مش ممكن، مش ممكن ابدا. ليلى، ليلى حبيبتي. ليلى. فريد. لا، لا، ليلى، ليلى، رد عليا، أنا فريد، أنا حبيبك، ما تسيبنيش، ليلى، 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 ليلى. ست الستات تضطرت تشتري منك. اقصد مين اللي انت دعت لها وقلت لها ربنا يخليكي ويكفيك شر ولاد الحرام؟ اه لا، دي بالي مده ما بشوفهاش. طيب ما تروح لها بيتك، يمكن تكون عاوزه تشتري كحك. لا يا عم، ده بيتها على لايف قوي. اه والغلبان اللي زي حالاتي ما يقدرش عليه. يعني انت تعرف بيتها؟ طبعا، ما من بنات جلال. وابوها الحاج جلال ده بيشتغل ايه؟ يعني هيكون بيشتغل ايه؟ تاجر باميه. الجمعه. نعم الجمعه، كل يوم جمعه تركب الترمان. يا ست الستات، يسعد صباحك. ايه ده يا اخينا؟ ده مصنع الحريم يا فندي، قوم شوف لك مكان تاني. ده معايا يا كمساري. اتنين مليم بوليس. طيب انت النهارده اجازه؟ ايوه. بتروح فين يوم اجازتك؟ بخش السيما. لوحدك؟ لوحدي. وانت بتروح السيما؟ لوحدي. بتشوفي ليلى مراد وحسن صدقي وانور وجدي كمان. هي الجمعه الجايه فيها ايه؟ سلامه بتاع ام كلثوم. سلامه. اه في المحل. اعزمك عليه. تشكر. احنا عندنا في البوليس مزيكا، بتضرب مزيكا كل يوم جمعه في كشك المزيكا. وانت بتروح كشك المزيكا؟ لا معرفش مطرح. خلاص الجمعة الجاية أعزمك عليه. دي ببلاش. يجازيك يا أمام، بضحك معاك. وست الستات اسمها إيه؟ نفيسة. وأنا بلدي اسمها نفيشة. إيه؟ يبقى طلعنا قرايب. سيجريت. بيب. سالمون. سو اوكي اوكي. Everything 2 pounds. 1 pound now and another one after war. Oh no 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 ما هي واخدة راحتها مع العسكري.
عسكري غلبان. غلبان يا حنين، ما تعطفي عليه يا ام الغلابه. حاجه زي كده ماشي، بس لما يحب يشوفك تاني يبقى نتفق. فاهمه يعني ايه ولا انت فاهمه انها ان احنا فاتحينها سبيل؟ طلعت قوي ما يعرفش بشتغل ايه. اسم الله بتستعر يا اختي، ولا كونش فاهمه انك بتمثلي عليه زي ما بتمثلي على اختك. ما تجيش سيرة اختي في الحته دي. سوري يا ابله، سوري يا ابله، بس انا خايف من اخره التمثيل ده، واللي بتتسلي بيه يجي عليك يوم وتحبيه. بص العزيزة، بص العزيزة، عزيزة دي كانت أحلى منك زمان، كان اسمها عزيزة اللذيذة، حبت وحبت تخرج عن طوعي. عارفة كان جزاءها إيه؟ إزازة مية نار على وشها. شفت آخرة التمثيل يا وزة؟ أنا فلاح ما اعرفش سكك مصر، لكن اعرف البني ادم، ابص للبني ادم بصه واحده اعرف معدنه على طول، اعرف ان كان كويس ولا ان كان راضي. وعرفتني؟ ايه عرفتك؟ عرفت كل حاجه؟ عرفت معدنك من النور اللي بيطل من عينيك، من الشهد اللي بينقط من لسانك، عرفت انك مش زي نسوان البركه اللي وشوشهم متلطخه بودره. كنت غريب في مصر قبل ما اشوفك، لكن دلوقتي حاسس ان ليا اهل فيها وما بقتش لوحدي. يا حبة علمي، لو انت عايش لوحدك. لوحدي واخد مطرح في الخليفة بخمسين قرش، نص جنيه. ولا مؤاخذة بالسؤال، انت بتقبض كام؟ 160 قرش. وبيكفوك؟ وبيفوت منهم، يعني ممكن اعيش بطاقة واحدة في اليوم، وفي رمضان بصوم من غير ما اتصحى، وما بشربش مكيفات، هي يا دوبك كوباية الشاي الصبح، وكل يوم جمعة السيمة، وكان الله يحب المحسنين. تصدق انت شوقتني شفتها. بس مشوار عليك. لما هترمال 13 يودينا على طول. بس صاحبة البيت. بلاش اذا كنت خايف. يعني ما خافش من حد. قومي معايا. وصاحبة البيت؟ هقول لها انك اختي. قفلتيه ليه؟ هسيب الباجور والي عشان يدفي المطرح. سلامتك. حاسه بشويه تعب. اعصر لك ليمون على الشاش. ليمون؟ جيبي ما يخلاش منه ابدا. عجبت لاهل مصر كيف يمرضون وفي بلدهم الليمون. خدي راحتك، اتمدلي على السرير. صوفي العسكري بيدفي تمام.
كمان مخك يروح كده ولا كده ولا عقلك يقول لك دي عينها راحت في النوم ومش دليانة بحاجة. ايه ده اللي يظن فيك السوق قطع رقبته. انت كده بتخاف عليا يا سيدي. يا ست الستات انت امانه في رقبتي، ده انت زي ما دخلتي زي ما هتخرجي شريفه عفيفه. اشربي الشاي هيدفيكي. الشاي؟ انت كنت مع العسكري ورحت مع بيته خدت منه كام؟ وانت مالك؟ لا ده مالي، تدهوني كله وانا اديك نصيبك، هو ده اصول الشغل يا ده العادي. نقبك طلع على شغلك، ما خدتش منه فلوس. ليه؟ بتحبيه يا اختي؟ اه بحبه. هتاخد على الحب سمسارة؟ بس يا بنت تهوية، روقي دمك يا نوس. وانت يا جلال؟ لا سوري بقى يا بدرونة، حدش يتدخل في شغلي والا مش هقدر احكمهم. بنسوان ما يحكمهاش غير الحديد والنار. الله، احنا هنتخانق ولا تشوف الزباين؟ جوني اهلا بجنود الحليفه وجدعان بريطانيا العظمى. اهلا اهلا. جود تاير. يو كان فايند ذيم ايفن ان بلاك ماركت. تو وومن فور مي اند فور ماي فريند. بيتا نوسا نسيمه كوم ان. دارلينج يلا اخت التوهية يعملوا لكم همة شوية شوفوا لك لعيشكم. صاحبك عنده عساكر انجليز سارقين كاوتش من الكامب. صاحبي مين؟ نوسة. نوسة مين؟ ان النوسة لسه سخن بنار الفرن. يا منهارضة صلح امورك مع نوسة، هي اللي عاملة حس للمطرح. الزباين السوق بتيجي علشانها. ما عشان خاطر ما تخرجش عن طعنة لازم نجيب مناخيرها الأرض. أنا صحيح غشيتك يا سئمان، لكن أول ما حبيتك كنت عايزة أقري لك بكل حاجة. أمرت ما رحت معاك البيت كنت عايزه اقول لك انا مين وبشتغل ايه واني ما استاهلش حبك، لكن كرم اخلاقك وشهامتك ما ادونيش فرصه رسيك على وضعي. يا ترضى وتاخدني عشيقه، يا تسامح وتاخدني حبيبك. انا مش مصدق، ومن هنا ورايح مش هصدق ايوه حاجه. ابويا طلع مش ابويا ولا امي تبقى امي، بقى انت الملاك الطاهر تطلع شيطان رجيم. يعني كنت حطك في مقام عالي تقومي تطلع شر. سايق عليك النبي ما تقولها. ما انت بتسمعيها كل يوم. اسمعها من غيرك ما يهمنيش، لكن منك انت تذبح. يا ريت، وكل ما هشوفك هقول لك. اختي جرى لها حاجه؟ لا هي بخير والحمد لله، بس اصلها بعافيه شويه. حبيبتي اختي كانت زي الفل الجمعه اللي فاتت. اختي غاليه عندي قوي، احنا صحيح سلايف لكن معزتها عندي اكتر من اختي شقيقتي. طب انا دي واحده وهكون نفسي على طول. اتفضلي يا حبيبتي. يا اختي بوز خالتها متوغوش قوي والعتمه داخله والدنيا حرب. لو حيات عيونك ما تخافي، ده مسافه السكه وهرجعها لك على طول، يا دوبك تشوف اختها. وهي بعتلك المبلغ ده. اتفضلي. Thank you.
مزمزيل. ما تخافيش، ده سي جلال جوزي. تفضل يا مزمزيل. تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتكل يا افطباش. مكان شقق مصر كلها مفتوحة لنفيسة. انتوا مين بالظبط؟ لما تدخلي هتعرفينها وهتشوفي. هتشوف ايه؟ هتشوف الدراما بتاع مرسى حرمسيس. بلا امر. تفضل يا حبيبي. تعال. اسحب افونيا. اتفضل يا حبيبي. انا خلاص خفيت، مشيت عملت كده عشان اتعالج، اتعالجت وعشان اكمل تعليمي، فخلاص اتعلمت. انا دلوقتي اتعلمت حاجات ما لقيتهاش ابدا في الكتب. لا يا انصاف، انا عارفه ان ليكي غرض تكملي اعلامك في الجامعه.
قليلين اللي يعرفوا ان انا اختك، ولو حد عارف منهم اتبري مني. انا عايزك تدخل الجامعه راسك مرفوعه، يوم ما تاخدي شهاده كبيره هتبقي خدتي بضرب الدنيا كلها. يمكن اسمك تبهدلي في الوحله دي علشان يلا يا نفيس انت مكانك مش هنا. على فين يا عمر؟ على أرض الله الواسع. أنا خلاص ربنا تاب عليا يا جلال. وادخلوا الحمام زي خروجه. حبيبتي انت جيتي هنا من 4 سنين كنت بجلابيه وبقاب، النهارده خارجه متسيغه ومعاكي شنطه فيها هدوم من داوود عدس، من اين لك هذا؟ دي حاجتي وهاخدها. ماشي، بس ما دام مصممه بقى يبقى نديكي شهاده الخبره وانت ماشيه، الاكسبيرينس. ازازه ميه النار. بتخوفني؟ وشي اهو، صدري اهو. اجل يا راجل. بس انا مش هدلق ميه النار لا على وشك ولا على صدري. انت عارف هدلق ميه النار فين؟ على وش اختي. لا لا اختي لا يا مجرم، اختي لا. سيدي اختي يا حرام عليك يا حرام عليك يا حرام عليك. اولا انه في يوم 15/11/42 لما كان النفر إمام سيد المصري متعينا في الخدمة بجهة كلود بيك قام بالتعدي على جون هايكوكس السيرجنت بجيش بريطانيا العظمى الدولة الحليفة، وترتب على تعديه ضياع سلاحه النيل. ثانيا الحكم. 1 جلده 20 جلدة. 2 عزله من الخدمة بالبوليس المصري وقد تصدق على هذا الحكم في تاريخه. الله الملك الوطن بالامر. وهي نفسها في انه مستشفى؟ في الحميه. الافنه. وممنوعه من الزياره. واللي هيزورها هيتعدي. ما دام جوزها متيسر كان حقه يدخلها مستشفى خصوصي. العفنه دي للناس الغلابه. ما هي نفسها غلبانه. ازاي؟ ده في ايديها من هنا لهنا. باعته وجوزها فلس ومش هيقدر يصرف عليها بعد كده. ما تاخذينيش يا بنتي. امال مين اللي هيصرف على علاجك؟ انا خفيت. مين اللي فتح الباب؟ ما تقوم يا راجل تشوف مين اللي فتح الباب. اوه هي هوس الدماغ باين. مين يا راجل؟ مفيش حد، ده باين الهوا هو اللي فتح الباب. ممكن اقابل الدكتوره دريه؟ عندك ميعاد معاها؟ انا معايا الثقافه. في الحقيقه يعني انا طالبه شغلانه، اي شغلانه. Thank you.
ابويا معاك؟ انا جيت لوحدي يا امام. الحمد لله. لا حول ولا قوه الا بالله. تعال معاك فلوس؟ رقبت سداده يا امام. لا انت فاكرني حستلف منك؟ انا بس كنت بطمن عليك. إيه يعني مش محتاج فلوس؟ طول عمرك صاحب واجب زي والدك. ابويا وامي بخير؟ بخير يا امام. لكن قول لي انت مهربت في روحك كده ليه؟ مهربت؟ ايوه. تعال تعال قول لي. تعال قول لي. قول لي. ده لبس تنكر، اصلي مباحث. عدم المؤاخذه مش هقدر اسيب المباحث واقوم معاك بالواجب. وانت فاكرني ده عصافير؟ داني عوضين اللي كله مفهومي. حس كده بقى، عاوزك تشتري لي من معاك كم باكو شاي وقمع سكر وتديهم لهم. بتقول ايه؟ اصل المهية بتاعتي متشاله امانات في الاسم زي ما انت راسي. ايه وسلم لي على ابويا وحب على ايده. طيب. قول له امام بخير ورافع راسك في مصر. ماشي بسرعه. ايه في ايه؟ هيحصل ضرب نار في الحصان. ضرب نار ده انا يسعه. يا غرام المصري، يا غرام المصري. يا عيني يا ناس، صحيح الدنيا زي الخيار. راينا الغنم وسبناها، وكم بالعصف ضربناها. لقينا الغنم بالضرب، ولو تنشتم ولو تنضرب فلا فقدها. قليل الادب ولا كبتها، سريع الغضب. سلام الله على الابناء، سلام الله على الابناء. متولي هات واحد شاي هنا لامام. انت اتبهدلت قوي يا سيمان. يعني هكون اجدع من مين؟ هتلاقي حد في مصر كلها ما اتبهدلش الا الحراميه والبرمجيه. ده زمانه. انت ليه ما بترجعش بلدكوا تاني يا سيمان؟ اني استدعي اواجه ابويا في حالتي دي؟ ما هو مصيره هيعرف انك اترفدت. لا بشيع له جواب كل اسبوع، بكتب له عن اخباري كاني لسه في البوليس، برمي الجواب في صندوق البوسطه وانا عيني على ورقه البوسطه متعريفه. انا اولى بالتعريف، ممكن تغديني. سميت وبيض وجبنه. هات سميت وبيض هنا لسقمام. عينيا يا ست. اهلا 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 اهلا، بشوشنا. اهلا وسهلا. انت فين يا راجل؟ وشك ولا وش القمر؟ يا سلام، والله وحشتنا. وحشتنا يا بطل الابطال. دول بقى على حساب انا ولا مؤاخذه، فنجره كده. وادي كمان شويه شطه هم عشان يفتحوا نفسك. خد. السلام عليكم. سميت وبيض وجبنه. كل يا سلام. كل. مش عيب عليك تاكل على حساب واحده يا ست. امال فين الرجوله؟ فين الجدعانه؟ نفر سابقا. ما انت طول عمرك عايش على قفا النسوان. ما يرميش النعمة الا المفتري. كتر خيرك يا سكينوسه. تعالي معايا يا امام، تعالي على اوضه السرير. ولع جلابيك دي اغسل حالك على بال ما تاكل الفلوق. تعالي. تتحديني يا نوسه؟ اوعى من سكتك يا جلال. سكتك؟ لا! من هنا ورايح لك مش هتمد عليها تاني. اوعي اوعي اوعي.
مالها يا باشا مرجي؟ احسن لها تقعد كام يوم في السرير، الشرخ جاي في عظمه الزند. سلامتك، الف سلامه. ان شاء الله تسلم. يا ريتني كنت بدالك. بعد الشر عليك يا اخويا. البنات هنا طايرين بيك، مبسوطين قوي. انتوا ازاي كنتوا مستحملين جلال ورزالته؟ ما هم متعشمين فيك خير. عشان طردته هو وشلته؟ وعشان مش هتعمل زيه لما تحل محله. احل محله؟ معلوم، ما انت خدت مكانه ولبست جلابيته. يا خبر ازرق، يعني انا هبقى سيد البرمجيه كله. دخل يا واد البرن سئمان. يا معلمه، زمانكم واقعين من الجوع، كلوا انتوا الاثنين بالهنا والشفا. الف هنا والشفا يا طوق، اتفضل. وبعد ما تاكل يا سئمام تنزل لي تحت، عشان عايز اقول لك على اصول الشغل. اقعدوا بالعافيه. دي لحمة؟ النظام كويس، وقفوا بالطابور خلينا نخلص. حازي على الدليل، حازي على الدليل، حازي على الدليل من خطوة سريع. حازي اللي جوه اتأخر كده ليه؟ على فين؟ خارجة مع الأفندية بيان. البطرونة هي اللي اتفقت معهم على كده. اتفضلوا جوه، هترتاحوا أكتر من بيوتكم. اتفضلوا. يلا. يلا، هتلاقوا كل حاجة، المشروب والمشموم. طب خلاص، خلاص ده حتى يبقى جوه أحسن. يلا يا حبايبي، يلا يا حلوين. اطلع يا أخوي، اطلع يا أخوي. حاجة على الدليل. خير يا باشا مرجي؟ الحمد لله، الشرخ لحم والعظم ركب على بعضه. الحساب مع البطرون. خف، مفيش حساب بيني وبين الست نوسه. الباشا مرجي معرفه قديمه، كان لازمته ايه بس تجرحه؟
ازاي فاتتك دي؟ ده انت الادب والذوق كله. ده كان زمان. زمان؟ زمان ودلوقتي وعلى طول. الطبع الطيب غلاب، والقلب اللي يحب ما يكرهش. دي بقالك مدة قاعدة في السرير ما نزلتيش الشغل، ما تعرفيش إمام بقى شكله إيه. قلبي بيقول لي إنك عمرك ما هتتغير، ولغوة القلوب ما تكذبش. لغوة القلوب أنا نسيتها. دلوقتي أعرف لغوة واحدة بس، لغوة الموني البنكنوت. لا يا أخوي، أنت مش كده. بعيد كده وحضر كده. لما حميت شرف أختك من الإنجليز رفدوني، وكرابيجهم لسه معلمة في ظهري. أنت عارف، أنت عارف إمبارح حلمت بإيه؟ حلمت إنك لابس أبيض في أبيض، وراكب على حصانة بيضة، وجيت على البيت ده دشدشته حرقته وخدتني معاك على الحصانة، ومشينا في الدنيا نضاف أشراف. شرف يعني عملت له صوان الخميس اللي فات، فرقت عليه قهوة سادة وخدت فيه العزة، وحلفت برحمة شرفي إني مجوع تاني. الشرف الشرف ده اخترعوه الغلابة عشان يتصبروا بيه، لكن اللي عايز يعلى لازم ينساه. كلمة الشرف تسمعيها في العطوف وفي العشش، إنما لا يمكن تسمعيها في جاردن سيتي ولا في قصر الضباط ولا في سراية عابدين. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. من الليلة تنزلي الاستقبال، الشغل مستنيكي. عايزين ايه يا تسعجية؟ بالعافية يا سي امام، احنا شفنا ايام صعبة قوي مع جلال، وانت عارف ملناش كار غير ده. ده كارنا اللي بنفهم فيه. وصل الكلام. نشتغل معاه. وجلال قطع طريق عطا منزول، وكل يوم يمسك شغل يبوظ منه. سيبناه وقلنا نجيلك. هتعمل معانا ايه؟ كل خير. صحيح؟ انتوا اخواتي، روحوا استلموا الشغل. حمامة روري بقى. بركة اللي شفتك بالسلامة يا أخ، مسير الحي يتلاقى. وراني نعمين يا سيدي برمجية. كل البنات تشتغل ما عدا نوسة، تقعد في الاستقبال بس ما فيش زبون يقرب لها، فاهم؟ صحيح يا أولاد العشرة، ما تهونش إلا على أولاد الحرام. ولا يهمك يا سبع رجالة، مسيرك ترجع وتربيهم. ده البيت مضلل من غيرك قوي يا جدي. انت بقى تيجي على شرط رضو. رضو مش المفر ده، انا مرتب له ترتيب كبير قوي قوي. طب وبسيمة مرتب لها ايه؟ بسيمة مين؟ بسيمة. بسيمة دي روح قلبي من جوه. انت مش قلت انك هتتجوزني؟ قلت، بس عايل بقى اللي ينفذ. تزعلت منى يا بسمة؟ تأخذنيش يا بت، انا الوحدة اللي انا فيها دي مش لاقي حد اضحك معاه. كل الاندال سابوني، انت الوحيدة فيهم اللي طلعت اصيلة. سي جلال اتجوزني يا سي جلال، وهتشوف انا هخدمك بعناية ازاي، وكل اللي هكسبه باليمين هديهولك بالشمال، والحكاية كلها مش هتكلفك الا حتة ورقة. شوف يا سيمان، دلوقتي يا اخويا انت مزعلق نوسة في الهوا. لا طايله سما ولا طايله ارض. يا اشتكت لك؟ ايوه، ما انت هتسيبني اشوف حالي يا ترسلي معاك على بار. وهو انت كنت مرسياني؟ ما انت اكلتني القوانطه وانا عسكري، مش كنت عامله عليا حره؟ من لما سقط عليك الدور ده كان نفسي يبقى بصحيح، ولحد دلوقتي نفسي اعيش معاك في جو نظيف.
تعيشي معايا بس الجو النظيف هنجيبه منين؟ يعني ما انزلش الشغل وابقالك لوحدي. اتفقنا. بس لو كنت بتفكري في الجواز تبقي بتضيعي وقتك، الجواز ما بتجوزش. حطيها حلقه في ودانك. الجواز؟ الجواز ايه كفالة الشر؟ هو حد جاب سيرة الجواز؟ هو انا طول خد الباص بتاعك. طب وليه كده؟ خلاص مش هتجدد. وليه؟ مش هتشتغل تاني. احنا ربنا تاب عليكي؟ يا ألف يا والقطر زمانه هيوصل. احنا هننضفها هنا بس وامام يبقى يسويها في مصر. كان عاد انك ذبحت له بالباص كمان. جواز زمان ما قدرته نشفت من قبل مصر. هي كده عشت العازب. ايوه لا يتهنى بلومته ولا بفرشيته. جاهل يا ام امام. انت لازم تفتحه بالجواز. ايه لازم يكمل نص دين وهو دلوقتي تلاقيه خد بدل الشريطه هناك. يا مصر. على فين يا حرصون؟ على الخليفة يا ابني. ده عزل من هنا ومن يوم ما عزل والأوضة فاضية ما سكنتش ويوماتي ببخرها عشان تسكت. وما تعرفيش عنواني الجديد؟ أبدا والنبي يا أخوي. كتر خيرك يا سيدي. ما تتفضل. اتفضل يا أخوي. اتفضل. متشكر. يجعل فيك الإبون والسعد والبركة يا رب. إيه إيه؟ الحق يا سيمان البنت جمالك خلوها تحري. ماني قلت مفيش بنات تبات بره البيت عشان كده. اصلها راحت تزور البيت الحر الدنيا مست عليها خدوها اشتباك. اوراني ادي اوراني. نعم يا سيمان. طيران على الاسم تضمن البنت جمالات وما ترجعش الا وهي في ايدك. حمامه ما مفهوم اللي بيصرحي. ايوه يا شاوي. وما جاش يضمنك ليه؟ نفسه كبرت؟ بالبركة في قرني بقى يا شاويش. اركب الطراوة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا اتفضل. هتصبعك. اهو. باسمك قرني؟ ايوه يا شاويش. قرن اسم وصفة. ورغت بالبلاوي. بشوقك. يلا يا ولد. اي خدمة؟ انا البنشاويش سيد المصري. ابو العسكري امام المصري. بقى انت ابوه على الله يكون ابني رافع راسي ومطور رقبتي. قوي 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 قوي. انما لو في اي شكوى منه قول لي عليها وانا اقطم رقبته. لا هي شكوى بسيطه خالص. انما الحق يتقال ابنك في الاول كان مثال الامانه والشرف. ده مره شاف انجليزي سكران حب يعتدي على بنت مسك الانجليزي بعد الدم ما غلي في عروقه وفشفشه. الله. وما بعتليش الاخبار الحلوه دي ليه؟ ما انا جاي لك في الكلام اهو. عارف ابنك النهارده بقى ايه؟ يا جماعه 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 يا الحمد لله على السلامة يا أبا. عاش من شافك يا ابني. سامحني يا أبا تأخرت عليك. كنت في مأمورية. ده الشاويش كان لسه هيقول لي على سيرك. دخل الواد قطع الكلام وجابني على هنا. ده ستر من عند ربنا. إني شفتك بصحة وعافية. أنا مش مستريح. أنت بختلط بيه ليه؟ بيشتغل معايا. مرشد. انا لقيت لوكاندا فوق القهوه هنا وحجزت. بقى معقول اقعد في لوكاندا وبيت ابني موجود؟ لا طبعا. ده انا لا عشت ولا كنت. قرني وقف حنطور.
ولا اقول لك تاكسي بس بسرعه قبل الدنيا ما تليل وما نعرفش نخش الحاره. حمام ها؟ انت سبت شقة الخليفة وجيت انت في الرابع ده ليه؟ هنا اقرب لشغلي. مساء الخير يا سيمان. يسعد مساك. وصل الايجار يا ابني. تسلمي يا حاجة. ابوي جاي من البلد عشان يقعد معانا كام يوم. حصلت لنا الف بركة. الله يبارك فيك يا ست الحاجة. يا سلام، ست فضلة ومحترمة. ازاي صاحبة البيت الاولانية اللي بتتكلم بالعين والحاجة؟ طبعا طبعا. اتفضلوا. بسم الله ما شاء الله. اوضه شرحه بصحيح. بتقفل ليه؟ الدنيا عتمه. ماني عندي كهرباء اهو. ايه ده؟ ده النور السهاري يقطعني. لا 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 بلاش البلكونه دي يابا. ليه يا ابني؟ هي بتطل على مجارح؟ مجارح يعني ايه؟ يعني بتكشف عوره الستات المحترمين. عداك العيب. اديك قلتها. المحترمين. احنا اتفقنا على ايه؟ مفيش صوت عالي، مفيش حد يغني، لا ضحكه كده ولا ضحكه كده. وانت يا اختي تيوهيه لما تمشي ما تهزوليش الحدافات يا ملاك. نعم يا قبلتي. ما انا عارفاكي، الهقه والنقه بتوعك يبطلوا اليومين دول، خليهم يعدوا على خير. حاضر. وانا عليا من ده بايه؟ انا سايبها لكم وماشيه، هبقى ارجع لما ينام شيخ الغفر. ودي عورن. نعم يا قبلتي. اسحب اخوك وجري على نواصي الحواري، اي زبون يجي تطرقوه من بره بره، مش عايزه حد يخبط عليه. حمامه يا معلمه. اجري يا حمامه. يلا يا صالح. واجب. الصالح قال. يا رب استر. ايوه يا اختي بخاري، غيري لنا ريحه البيت. إمام، هي القبلة منين يا إمام؟ كده. طب افرش لي سجادة الصلاة. أمال فين سجادة الصلاة؟ سجادتك أنت يا إمام. أنت عايز سجادتي؟ ها؟ لحظة واحدة. مفيش هنا سجادة؟ هاتولي سجادة الصلاة بأي شكل. سجادة الصلاة؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله. الله أكبر. استخدمني بإزازة يا حرة البرمجية. أبوك لازم يعرف وضعك إيه يا روح أمك. انزل انزل وريني نفسك يا سكوبيس. ولا عملني راجل؟ عملني راجل عند سواد بس. ولا أقول لك أنا اللي جاي لك؟ أنا اللي جاي لك يا حرام. أنا اللي جاي لك. انزل. الليلة آخر لياليك في الملك اللي ما تستحقوش. انا افتح بقولك. اهلا 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 اهلا. احنا جيران امام في الربع. تاخدني على اخوانا يا نجم. سيادتك منور. يا اهلا اهلا اهلا. حقيقة منور. عندك انا مثلا محافظ جدا. صح صح. مراتي ما شافتش الشارع غير مرة واحدة، يوم ما جت من بيت ابوها على بيتي في دخلتها، والمرة التانية بعون الله يوم ما تخرج من هنا على القرافة في خرجتها.
اهلا 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 اضرب ابنك واحسن ادبه ما يموت الا مفرغ اجله. في جلال رحت ضارب ابني كسر له ضلعين. خططت يا فلحه، امال فين ابويا وليا؟ خديه من هنا وياك اشوف وشك تاني. شخص على اللي يسمع كلام النسوان. امام انستو وشرفتو. طب نسيبك بقى عشان الوالد ينام. مع السلامة. سلام عليكم. مع السلامة. الله يسلمك. استغفر الله العظيم. تصبحوا على خير. صح صح. انا كنت مقصر في زيارة البلد، لكن عهد عليا كل جمعة هكون حداكم لحد ما تزهقوا مني. السلام عليكم. سلام. مع السلامة. لو سمحت يا حاج، عايزك تشرب القهوة عندي عشان عايز اشورك في قضية. من عينيا الاثنين يا استهانة. اتفضل. يا رب يا ساتر. المثل بيقول اخطب لبنتك ما تخطبش لابنك. وسئمام عاشرناه وجاورناه ولقيناه زنت الرجال، وانا ما حلتش من الدنيا غير بنت واحده هي اللي هتورث العتبه دي من بعد انا ما اموت. ربنا يديك طول العمر. تعيش يا حاج، وعايزه اطمن عليها في بيت عدلها. وسئمام كان قال عليها، ومستنين بس موافقه حضرتك. اتفضلي يا حبيبتي. بسم الله ما شاء الله. من يد من اعدمها. يو انت هتتكسفي من عمك الحاج. اصلها بتتكسف من خيالها. ونعم التربيه. ربنا يتمم بخير يا ابني. ألف مبروك يا مهن. زوجتك موكلتي. زوجتك موكلتي. الآنسة نفيسة عمران. الآنسة نفيسة عمران. البكر. البكر. الرشيد. الرشيد. قبلت زواجها على الصداق المسمى بيننا. قبلت زواجها على الصداق المسمى بيننا. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة. المؤخر كام؟ اللي يقولوا عليه. 1000 جنيه. خلاص ماشي. على بركة الله نقرأ الفاتحة. أنا أتجوز؟ هطلع عينيكي، هخليكي تقولي حق برقبتي. يا بكر يا بكر يا رشيد، ده تزوير في أوراق رسمية. هو حصل إيه بس يا سيمان؟ حصل إيه؟ أنا عملت فيك إيه عشان تعملي فيا كده؟ أني؟ أنت هتجوزي مصر؟ متجوزين ايه اللي جد بس؟ ال1000 جنيه 1000 جنيه مؤخر صداق ليه؟ بنت فرنسا عباس حليم يا بنت عمران. لا هصعدك. مش هتندم. انت يا اخويا مش كنت مبسوط معايا؟ حبستك اكتر. حواليك اللي عمرك ما شفته. انا هخليك تشوف النجوم في عز الضوء. مصيبه مصيبه سودا وحاطط على دماغنا كلنا. يوه الشر بره وبعيد. ايه في ايه يا اورني انت راح؟ ما خلاص ما بقتش اورني، سحبوا مني تخصصي. الحكومة لغت الدعارة. يا لهوي. بتقول ايه؟ اهو قانون الغاء البغاء. قوانين غريبة. وافق البرلمان على قانون الغاء البغاء الذي تقدم به النائب الوزير. شلها يا برلمان. شفتي؟ شفتي؟ جوازة نحس. اتقطع عيشنا. يطلع القانون يوم ما اتجوزك. ان شاء الله انا وانت هنسرح بتلمس. يبقى اكرم لنا. اهي دي اتجوزنا في صحيح. ربنا رايد نتجوز ونعيش بشرفنا. الحمد لله يا رب. هجيب لك بس الهباب اللي بتشمه بايه دلوقتي بعد ما الحكومه منعت الدعاره. الحكومه تمنع الدعاره على كيفها.
لكن مش ممكن هتمنع الرجاله تشوف مزاجها. قصدك ايه يا سيجلال؟ قصدي اشتغل بعيد عن الحكومه. اشتغلي دكاكيني. طب تشتغلي ايه؟ اشتغلي يا بيت في القرنص في الكامب الانجليزي يعني. كامب؟ اشتغل في الكامب يا بنتي الكامب. طب دول بيقولوا ان هما بيدوا فلوس كويسه قوي. ما الحكومة سبق ومنعت الحشيش. لا الحشيش خلص ولا الحشاشين بطلوا يحششوا. لو الحكومة تنصفنا تصرح بالدعارة في مكان الطرف في الجبل مثلا. يعني هنرجع للنقر تاني؟ لو الحكومة تنصفنا صحيح توظفنا في شغلنا تاني. هو احنا بنفهم اللي في الشغلانة دي؟ ادي بقى اللي عايزة علام ولا شهادات. خلاص ادونا تعويض. ايام الحرب كانت الحكومة بتدي 10 جنيه لكل واحدة تقوم. دلوقتي ولا 100 جنيه كفوا في الدنيا النار اللي احنا فيها دي. ايه رأيك انت يا نوسة؟ رأي انت عارفه يا سيمان. كل شخص من دول يتجوز له واحدة ويفتح لها بيت ويصرف عليها. كلام غريب. يصرف عليها؟ يصرف عليها منين يعني؟ يشتغل أي شغلانة يا أخي. خليكوا رجالة بحق وحقيقة. سامعين؟ خليكوا رجالة. أنا عندي حل. كلنا هنشتغل صحبة من غير ما نتفرق. البيت ده نقلبه كباريه. كباريه؟ اللي تعرف تتهز ترقص، واللي بتغني روحها في الحمام تغني على الجمهور، تبقى فنانة وتاخد نقود. أستاذ والله. إيه رأيكم؟ أحب العبقرية. Thank you.
الفتش دخل تمن الحاجات اللي اتكسرت على الفاتوره. طبعا احنا فاتحين جديد والواجب ان احنا نكرم الزباين عشان يجولنا تاني. الزبون اللي يجي هنذبحه وان شاء الله عنه ما جه تاني. انا مكلف الكباريه ده دم قلبي ولازم اجيب ثمنه. انا سمعت ان عندكم اوسخ خمره وانا بحب الخمره النتنه. الويسكي النظيف ما بيأثرش على معدتي. كم اون بوي كم اون. البراطيش من اللي بتدوا للناس وتقولوا لهم ده ويسكي. المايه اللي عندنا كلها مقفوله. مين انت عملت برمانه يا ابن سنيه على مهله؟ حس كده بقى اديني كاس من الوريد. قبل الاكل ولا بعد؟ امال فين الكرام يا صاحب المحل؟ تحت امرك يا جلال بيه. عايزين ترابيزه يا علبشتي. تحت امرك. كم نفر؟ احنا 75. ترابيزه واحد بس انت اللي هتخدم علينا. تحت امرك. اتفضل. كم؟ اتفضل. طلباتكم لسواق مثل شمور تليق بالرتب الكبيره دي. بس هنا كباريه محترم ما فيش الحاجات دي. محترم. اضحكتني يا ابني اللعيبه. كويس انك ضحكت. الناس بتيجي هنا عشان تنبسط. بس اللي يشوف وشك يتعكني. يبقى ما فيش داعي يجي. بتطلبنا يا مفر؟ مش مؤاخذة، المحل محلكم. قوم قوم نشوف محل نظيف. قوم كم كم الحساب؟ كم؟ 3 كونياك ب 70 قرش. جنيه والباقي عشانك. أنست وشرفت. المرة الجاية هنيجي وهنجيب نسواننا معانا. كم يا عمونا؟ وجدت غريب. كنت تطرد هو اللي معاه. أطرد الإنجليز؟ الحكومة بقى لها 70 سنة مش قادرة تطردهم. يبقى كنت توقفوا عند حد؟ ونتخانق وتقوم حريقة. ما تقوم. انت ما كنتش كده زمان. زمان ما كانش عندي حاجه اخاف عليها عشان كده كنت فاتح صدري. دلوقتي اي خناقه اخسرها عليا. اذا سطير كده ولا كده تكسر حاجه. لو اتكسر لوحبه النور انا اللي هخسر ثمنه وده ثمنه الشيء الفلاني. يا نهار اسود. روح البنور اغلى من كرامتك. رجوله اهدي. ابره وفتله سودا عشان ارقي نفس شريطه. انت هتسافر البلد؟ امال هلبس ميري عشان امشي في المحمل؟ ما انت كنت هناك من جمعتين. غلبتني معاكي. ما اروحش تقولي لا روح شوف ابوك. اروح تقولي ما تروحش. لا لا روح يا اخويا روح. اياك تتعدي منه شويه مروه وشهامه.
اهلا يا ماما. السلام عليكم. الحمد لله على السلامه يا ابني. انا قلقت لما اتاخرت عليا فتح الباب. ما كنتش فاكر انك انت. اتفضل يا ابني اتفضل. ابني امام. اهلا وسهلا. ودول ضيوفنا فدائيين ابطال. اهلا وسهلا. امال امي في ايه؟ في السطوح. امام خطوه عزيزه يا ابني. ازيك يا ام؟ تسلم يا دناي. ما جبتش مرزك معاك ليه؟ يا تعبانه شويه. لازم شايلي. والله انا اللي تعبان. تعبان؟ تعبان من ايه؟ حاسس بايه يا دناي؟ عايز انام. طب ما تنزل القاعه تحت تفرد طولك. لا انام هنا في الشمس احسن. نوم العافيه يا دناي. صحي بدنك يا امه. يلا بسم الله. الفطار صح؟ لا اصلي مستعجل قوي. ايه؟ بسلمي لي على ابويا. اشوف وشك بخير. ايه طب استنى ما الف لك فطيره سخنه تاخدها معاك. مفيش وقت. فوتك بعافيه. حشونا حرام حكور حكى لنا حكاية حتيل بحنا حشونا حرام خدوك خليفة خطفة خليل ابن اخت خفاج امام والمهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام ده المهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام المهر بحتة نتفت ستة سبعة تمانية تمام وبنسأل صالح فالح قال بصراحة انا ما اعرفهمش قال صالح قال حمامة شولح شم شبان شبندر شد شنب شعبان بس شولح شم شبان شبندر شد شنب شعبان شوال شمر شمروخ شريف شعيلة شريط شنوان شافهم شمعون شرف انطح ابن شفيقة شند شومان شافهم شمعون شرف انطح ابن شفيقة شند شومان شافهم شمعون شرف انطح ابن شفيقة شند شومان وبنسأل صالح فالح قال بصراحة انا معرفهم بيقول لك مرة واحد من الفنديات اللي معانا دول اللي بيلبسوا طرابيش ماشي في الشارع ولابس الطربوش وحاطط زر الطربوش من قدام. قام واحد صاحبه بيسأله قال له انت حاطط زر الطربوش من قدام ليه؟ قال له عشان اللي يضربني على قفايا اشوفه. الست سكينة الساكنة في السكاكين سراها سليم الست سكينة الساكنة في السكاكين سراها سليم وجليلة جارتنا جابوها جماعة جبابرة حالتهم جيم وشافونا ساعتها ساعتها
ساعتها سوونا سنين وشافونا ساعتها سوونا سنين وشافونا ساعتها ضروري ساعتها سوونا سنين وبنسأل صالح بالح قلب صراحة انا ما عرفهم حكوا راح كنا حكاية عديل بحنا حشونا حرام حكوا راح كنا حكاية عديل بحنا حشونا حرام خدوك خليفة خطبها خليل ابن اخت خباكة الجماهير مع الفتنة والجمال والإثارة مع أساطين الطرب مع المطربة العاطفية نوسة مش هيخرجوا من بلدنا الا بالقوه وعمرنا ما هناخد استقلالنا الا بالكفاح المسلح عشان كده احنا خطفنا الميشو واحنا انتوا مين احنا مجموعه فدائيين كلنا طلبه من الجامعه يا اخي ربنا يحميكم ان شاء الله عايزين تعملوا فدائيين انتوا احرار بس بعيد عن هنا احنا ما لناش دعوه بيحكي الوطن البوليس هيجي يحقق معاكم انكري انك اختي قولي انك ما تعرفينيش يا انصافي يا انصاف اتبرع منك يا اختي بس الهباب جلال عارف انك اختها وزمانه بلغ البوليس مش كفايه النجفه اللي كسرتوها والاثنين القتله المتلقحين بره يا اخوانا سيبوه مش عاوز مشاكل في المحل ادي اوعى انت راح سيبوه يو ويل جيت ا بيج ريورد اف يو ليت مي اوت نعم يا اخويا موني موني لا يا فاهمها دي موني سيبوه بوليس هيلب هيلب مي بوليس اوعى انتوا كده هتودوا لدايا دايت اسف ليه تعمل كده طب طب تعال احنا يمكن ما نشوفش بعض تاني ان شاء الله هنشوف بعض تاني في كل سنه كده خلي بالك على نفسك وعلى صحتك ربنا معاك وان شاء الله ايمان عليك يا اخويا وبعد المعينة استجوبنا اسمك إمام سيد المصري صنعتك مدير الكباريه سين متى تم الحاجز؟ جيم في تمام العاشرة مساء سين من الذي دبر الحادث وقام به؟ جيم مجموعة من شباب الفدائيين سين هل تربطك علاقة بأحد منهم؟ جيم لا أعرف أحدا منهم سين هل تستطيع التعرف على شخصيتهم؟ جيم لا
لا استطيع التعرف على شخصياتهم. حسين، هل لديك اقوال اخرى؟ نعم، اسجل تقديري لهذا العمل الوطني الكبير الذي قام به الفدائيون الابطال، واقفل المحضر في ساعه تاريخه. متشكرين جدا يا استاذ امام. سيادة القائد إمام ومراته نوسة عاملين شبكة للفدائيين، والكباريه ده كاموفلاش ستارة يعني عشان يتحركوا من وراها، وعاملينه مخزن للسلاح المسروق من معسكرات الإنجليز، وهم اللي خططوا لقتل العساكر، وهم كمان اللي خطفوا المجور. The Egyptian police protects the terrorists. We are not going to count upon it. We'll depend upon people like you. بوليس المصري بيحمي الفدائيين، احنا مش هنعتمد عليهم. احنا هنعتمد على ناس زيك. انا خدام اللورد. You have to burn this cabaret. Burn it with your men. And more important, you have to finish Imam and his wife. عايزينك تحرق كباريه انت ورجالتك. إمام ومراته لازم يموتوا. قول له هخلص عليهم في الحريقه. في وسط الفاير. Finish them. Otherwise, you will die. Die? Yes, die. انت هتضيضوني ليه؟ لازم تموتهم. اقول انت نفسك هتموت. اموت؟ You could be one of the terrorists who led the major to the cabaret. جاهز تكون انت من الفدائيين اللي خدوا الميجر للكباريه. سعادة اللورد، انا خدامكم، انا محسوبكم. ده انا جلال كينج. Prove it. Kill Imam and Nusa. ده انا هقتلهم immediately. What? Now يعني now. قول له. وهيكونوا متربصين كده؟ ما نروح نستخبى عند ابوك في الاسماعيليه يومين لغايه ما الحاله هنا متروب. ما اقدرش اروح لابويا لو انا لابس عسكري. اشتري لك بدله ميري بدل اللي اتحرقت. وفوت على الكباريه بالمره. احنا مين ولا في ايه؟ اقفل الباب هتلاقي حاجات ما اتحرقتش. واسمع، هات نجار خليه يسكر الشبابيك عشان ما فيش حاجه تروح. حاضر. العمر كله يروح في لحظه. راح ب 60 دقيقة. أنا مبسوطة إن الكباريه ده مبسوطة ده إيه؟ إحنا خسرنا كل حاجة وبقينا نضاف. إحنا فعلا بقينا نضاف. إحنا كنا عايشين عيشة مش بتاعتنا. دلوقتي نقدر نعيش بكرامتنا. اصحى يا أمان. دي البلد كلها صحت. فوق لنفسك كده وابتدي من جديد. أنت عارفة اليابطة النايون كلفتني كام؟ عدمت خالص.
الانجليز بيفتشوا على السلاح اللي مع الفدائيين. معاكم سلاح؟ لا ابدا. لو كان معاكم سلاح قولوا، انا اقدر اخبيه. والله ما معانا. لو انت بتنقل سلاح بطل العربيه مليانه ذخيره. استر يا رب. احنا فين يا نافر؟ انت عايز مننا ايه؟ احنا مش سيبنا لك مصر باللي فيها؟ سبتوها بعد ما خربت؟ بعد ما خطفت ولي نعمتي؟ ولي نعمتك ربنا يا اخويا. طب لما انت مؤمنه كده يبقى تشهدي على روحك بقى. قديم with a gun. Arrest him and take him away. No. No! I am friend. أنا معاكو. وحياة أمي أنا معاكو. I said take him away. قلت لكم فريند فريند يا ولاد الكلب. فوي. خلاص مفيش داعي لهروبنا، نرجع مصر تاني. يا امام يا امام. عوضين ابويا الصول في المحافظه من امبارح، وانا كنت نازل لك مصر علشان اقول لك الانجليز حوطوها في الفرن. بتقول ايه يا عوضين؟ الانجليز ولاد الكلب ضربوها بالدبابات. وابويا ابويا كان له حاجه. علم عيسى يا عم عيد نفسنا. أبوي أبا الصول. أنا قلت لأمك الولاد أول ما يحسوا بالضرب ييجوا على طول. أنا عمري ما تأخرت عنك يابا. ولا عند أديت واجبك يا ابني. سلامتك يابا. بعد الشر. طمن. إحنا ما سلمناش. هجموا علينا بالدبابات وضربونا بالانامل، بس برضه ما سلمناش. انت طول عمرك بطل يابا. وانا هاجي ايه جنب الشهداء؟ عساكر كتير استشهدوا وهم شايلين سلاحهم. ربنا يخليك لينا ويديك طول العمر. انا هاجي معاكم المستشفى، لازم اكون جنب ابويا. لا انت مكانك مش هنا، مكانك هناك مع الفدائيين. روح يا ابني روح، ربنا يوفقكم ويكتب لكم السلامه. ان ظهرت ماليه الدنيا، مصر مقلوبه. قصدك معدوله. المهم سلامتك انت والجدعان اللي زيك. اذا كان البشاوي سيد نصاب فابنه بطل من دهر بطل.
تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.